بها مباشرة لفقرة التحليل الرياضي مع الكاتب الصحفي المحلل الرياضي محمد عوض ضيفا عزيزا. مرحبا بك أبو حميد. مرحبا صباح بك الخير. أحمد وحسام وكل مشاهدي الشروق. حبابك. أهلا بك. يعني نبدأ أولا بتعزيتكم كصحفيين ولكل الصحفيين والوسط الرياضي في رحيل واحد من الأبزاز من الرعيل الأول والمؤسسين، ورجل كان له باع طويل جدا في الصحافة الرياضية الراحل أحمد محمد حسن. نعم صراحة يعني نعزي أنفسنا والصحافة الرياضية وكل المجتمع الرياضي في وفاة أستاذنا الكبير أستاذ الأجيال أحمد محمد الحسن الذي توفي قبل ساعة من الآن، وهو صراحة من الأساس يعني المد الصحافة الرياضية بمداد من ذهب طيلة الفترات فترة 50 أو 60 عاما. صراحة فقد كبير جدا للصحافة الرياضية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه ويتقبل ويرحم أيضا كل موتانا وموتى المسلمين. تعازينا بالتأكيد لأسرته ولكل الوسط الرياضي. البداية من المنتخب الوطني اللي بيستضيف ساو تومي في تصفيات كان 2021 اللي ستقام في الكاميرون، المباراة حتكون مساء اليوم. نعم يعني دي يعني مباراة حتكون من المباريات المهمة جدا لمنتخبنا الوطني. المباراة يعني حتكون في 9 مساء اليوم على ملعب استاد الهلال. معروف انه يعني المنتخب الوطني خسر في الجولة الماضية او المباراة السابقة على ارضنا وسط جمهورنا امام تنزانيا، وكان خروج محزن جدا في تصفيات بطولة الشان اللي كان بتأهلنا مباشرة للنهائيات برضو في الكاميرون 2020. مباراة اليوم أنا بعتبرها يعني مباراة مصالحة للجماهير. يجب على اللاعبين أن يقاتلوا، أن يقدموا الأداء المتميز في هذه المباراة. المنتخب يعني تدرب في الأيام الماضية قبل 7 أيام من الآن، أدى تجربة تقريبا نصف ساعة مع منتخب الجيش، وكانت عبارة يعني عن تدريب خفيف. عدد من المحترفين يعني جاءوا للمنتخب. شرف شيء أصبح مدجج بالنجوم يعني. نعم من داخل ومن الخارج. نعم حامد ياسين، موفق عادل، كلهم لاعبين يعني ممكن يعني يعملوا الإضافة الكبيرة في مباراة اليوم. لو جينا مسكنا المنتخب ساتومي، هي يعني طبعا معروفة انه جزيره صغيره جدا في المحيط الاطلنطي، احتلال برتقالي، تصعد لاول مره للمشاركه في تصفيات كاس الامم الافريقيه الكان. دائما يعني الجزر يعني صراحه في الفتره الاخيره بقى مستواه الكروي متقدم، خاصه المستعمر الفرنسي والبرتغالي، يعني دائما مستعمراته الصغيره يعني بيحاول بشكل كبير تدعيمه بالنواحي الجيدة مثل التدريب، عمل أكاديميات. المنتخب الساتومي هو يعني منتخب صغير، لكن صراحة يعني لو جينا مسكنا العناصر بنلقى 6 لاعبين محترفين في هذا المنتخب، عندهم لاعب يعني محترف في الدوري الأرجنتيني، وصراحة يعني دي حاجة كبيرة جدا ومهولة. يعني عندهم 3 لعيبة بيلعبوا في الدوري البرتغالي، لاعبين بيلعبوا في الدوري الفرنسي، ولاعب بيلعب في الدوري الانجليزي درجة ثانية. فهذه كلها يعني مؤشرات يعني بتوحي للناس بانه يعني المنتخب ده منتخب قوي جدا، وما حيكون صيد سهل في مباراة اليوم. المباراة صراحة نحن نتمنى يعني انه اول 3 نقاط على ارضنا ووسط جمهوره في تصفيات الكان الهامة جدا تكون لمنتخبنا، أن لا يتعثر بالتعادل أو الخسارة، لأنه أي تعثر يعني بينسف السودان من أول مباراة، خاصة إنه يعني معروف إنه يعني معانا المنتخب الغاني والمنتخب منتخب جنوب أفريقيا اللي حنلعب يوم 17 معاه في كيب تاون. فصراحة مجموعة صعبة جدا، نحن نحاول يعني ننتصر في مباراة اليوم، ونحاول بقدر الامكان يعني نحقق نتائج ايجابيه في المباريات المقبله، حتى يعني ننافس على احسن التوالد
في 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 الدخول لنهايات الكامب الكاميرون. من سيسهر اليوم مع قائمة المنتخب من المحترفين اللي شكلوا إضافة للمنتخب ولقائمة المنتخب كأسماء؟ الكل يترقب ظهوره ولو أنه الحكم عليهم مباراة واحدة يبقى يعني شيء غير عادل. من والله صراحة يعني هم المعروفين يعني المحترفين، شرف شيبوب، حامد، ياسين، هم من اللاعبين المميزين جدا، وإضافة موفق عادل برضو إضافة كويسة جدا. لكن اللاعب صراحة حامد ده يعني لاعب مهول جدا، ولاعب نتمنى انه يعني اليوم يعني يشارك في المباراة، خاصة انه عنده مشكلة بتاع الجواز مع اختلاط في الارقام في الرقم الوطني، لكن نتمنى انه يعني ان تحل هذه المشكلة قبل المباراة اليوم، لانه صراحة يعني هذا اللاعب يعني اضافة كبيرة جدا في تدريب الامس، تألق بشكل كبير جدا واحرز 3 اهداف رائعة جدا، بتوحيلك بانه يعني اللاعب ده عنده مستقبل كبير جدا في كرة القدم، وهو يعني من عمره يعني تقريبا 21 سنة، فممكن يعني يقدم الاضافة الكبيرة جدا في مباراة اليوم. ايضا شرف شيبوب عاد من تنزانيا بمعنويات كبيرة جدا، خاصة بعد تعلقه مع سيمبا التنزاني في الدوري التنزاني، بشكل برضو اضافة كبيرة جدا، ربما بشكل كبير يعني دخل في الشوط الثاني للمباراة. لكن معروف انه يعني المدرب حيبدا بعلي ابو 20 في حراسة المرمى، امير كمال، عبد اللطيف بوي، اظهر الطاهر من الناحية اليمنى، احمد ادم من الناحية اليسرى، اضافة لمحمد الرشيد، ابو عاقلة الشغيل في الارتكاز، امام التش رمضان عجب، اللاعب حامد حيكون في المقدمة، أو وليد الشعلة. دي التشكيلة المتوقعة للمدرب الكرواتي زيدرافكو في مباراة اليوم، وبعتبرها يعني هي التشكيلة المناسبة الممكن يعني تقود المباراة. بس يعني في مأخذ على المدرب الكرواتي إنه يعني حيلعب بثلاث ارتكازات في مباراة اليوم، انه يعني صراحه الثلاثه محاور في كل مباراه خارج ملعبنا وداخل ملعبنا، يعني بيبدا بهم طوال الشغيل، ابو عقله، ومحمد الرشيد. نتمنى انه يعني صراحه ما نلقى صعوبه في مباراه اليوم في الانتصار على منتخب الساتوني، وكما كتب انه يعني الثلاثه نقاط الاولى مهمه جدا، تعمل لنا دفعه كبيره جدا في المباراة المقبلة أمام جنوب أفريقيا. طيب، من المنتخب الوطني نمشي للمريخ، ويعني قصة المريخ وجارزيتو، المريخ يدفع القسط الثاني لجارزيتو أخيرا. والله طبعا يعني ده مسلسل يعني مسلسل رعب صراحة يعني بالنسبة للمريخ في الفترة الماضية. جارزيتو من 2015 مشى، جاء ثاني 2017، تراكمت الديون بشكل كبير جدا. قبل شهرين المريخ دفع قسط، دفعوا له تركي وكوتاي شعبان، وصراحة يعني القسط الثاني بالأمس خلاص يعني المريخ دفع له القسط الثاني 160,000 دولار. فأفتكر بأنه يعني الحدودة بتاعت جارزيتو خلاص انتهت، ويعني الناس يعني في الفترة المقبلة يعني ما تقع في نفس الاخطاء اللي وقعت فيها ادارات التسيير في المواسم السابقه والادارات الجاد عبر الديمقراطيه. فاعتقد بانه يعني ده مسلسل كان يعني شكل هاجس كبير جدا للمريخاب، وخاصه انه يعني العقوبه لو نفذت انه المريخ بينزل لدرجه ادنى مباشره. لكن بحمد الله حلت المشكله، ونتمنى انه يعني في الادارات القادمه والحاليه ما تقع في نفس المشاكل. ذات الإشكال مع مدير فني آخر، أياد عبد الملك، ومسلسل آخر أيضا. نعم، من المشكلة إنه يعني صراحة إدارات الأندية يعني ما عندها اتعاظ كبير، ودائما يعني بعد تتخذ قرار الناس ما بتتريس في اتخاذ القرار. إغالة إبراهوما كانت يعني صراحة لأسباب يعني
ايضا المجلس يعني علمه واكد بانه يعني هو محرض اللاعبين في الفتره الماضيه، لذلك قالوا ما استعانوا بمدرب محلي. ناس طوالي مشت الجزائر جابت المدرب عايد عبد المالك. عايد عبد المالك يعني في رصيده مع المريخ انه تعاقد لمده موسم، لكن غادوا في 4 مباريات بعد هزيمة الوادي النيالة مباشرة تمت إقالته. اللاعبين أكدوا بأن يعني المدرب بيزيد عليهم الحمل في التدريبات، حاجات كثيرة جدا يعني ما كان يعني ذاته صراحة اللاعب السوداني كسول. نعم نعم كسول يعني، وبستغرب بأن الإدارة ذاته تستجيب للاعب السوداني ليه في 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 المدربين يعني في إقالة المدربين. يعني أنت ذاتك قدمت شنو يعني حتى لناديك ولمنتخبك يعني، فدي كلها يعني صراحة مشاكل يعني دائرة حل جذري. بالأمس يعني خلاص المريخ أنهى تعاقده مع بالتراضي مع المدرب الجزائري عايد عبد الملك، وما عارف الأخبار بتقول إنه بالتراضي، لكن ما شفنا إنه المدرب مشى الاتحاد العام ومضى على ورق بإنه التعاقد بالتراضي. ربما يعني خلال الشهور القادمة قدم المدرب ذاته قدم للفيفا خطاب بانه يعني عنده حقوق على المريخ، ودي ده هتشكل له اشكاليه كبيره جدا لنادي المريخ في الفتره القادمه. لكن صراحه يعني تعاقدات المريخ في الفتره الاخيره سواء كان مع اللاعبين او مع المدربين فيها اخطاء كبيره جدا. اللاعب الغاني مايكل يعني المريخ جابه تقريبا قبل شهرين، واللاعب ظل يتدرب في التدريبات ولا يشارك في المباريات. كل المدربين اللي اشرفوا على تدريب المريخ في تلك الفتره اكدوا بانه اللاعب ده يعني لاعب قدراته يعني وضيعه جدا ما بيشبه المريخ. عدد من اللعيبه المحليين في الانديه الصغرى احسن منه بكثير، فهذه مشكله اشكاليه كبيره جدا. وما عارف انا المسؤول من الانتدابات في المريخ منه يعني اي لاعب اي مدرب بيجي بيقول لك يا اخي جابتني بس اداره المريخ، ما بيذكروا لك الشخص جابه مباشره. نعم. طيب من المريخ نمشي للهلال ونتحدث عن مباراه القمه وتحضيرات الهلال وترتيباته لهذه المباراه. نعم، الهلال في اليومين الماضيين يعني ظل في تدريبات مغلقه ومكثفه بشكل كبير. الجهاز الفني يعني ركز على الجانب اللياقي للاعبين ما تم اختياره للمنتخب الوطني. الهلال حيأدي عدد من المباريات الوديه استعدادا لمباراه المريخ المحدد لها يوم 23 من هذا الشهر، فاعتبر بانه يعني اعداد الهلال بيصير بشكل كويس في الفتره الماضيه بقياده صلاح وهيثم مصطفى، والناس كلها طموح يعني بانها يعني تقدم مباراه جيده امام الاحمر. نعم، ذات الهلال محورين يعني في الهلال، التراس الهلال والاشكاليه مع اداره النادي ومنعها هذه تحت يعني خط لون الخط كما تشاء انت، يعني منع والله صراحه منع التراس من دخول. نعم. انا اربط هذا ايضا بواحد من الاخبار المتداوله صباح اليوم، لاعب من لاعبه المنتخب ينتمي للمريخ سيوقع الهلال لمده 3 سنوات، تم الاتفاق حيث مصطفى وراء هذه الصفقة. من هذا يا محمد وماذا على الألتراس؟ نبدأ بالألتراس يعني ما من حق رئيس نادي الهلال أو من حق إدارة نادي الهلال إنها تمنع يعني جمهور من المساندة الفريق أو متابعة مبارياته يعني. فأنا ما أعرف، قرار غريب جدا من مجلس إدارة يعني. هل في لائحة بتدعمه؟ قانون ما في أي لائحة بتدعمه صلاحية بتدعمه، وأنت ذاتك حتعرف إنه الأورتراس ده كيف الآلية اللي حتدعم بها. نعم. كيف أيوه يعني حتفتش الجماهير في المداخل تقول لهم أنتوا أولتراس ولا ما أولتراس، أولتراس يقعدوا به هنا، الجمهور العادي يقعد به هنا. فدي قرارات يعني صراحة يعني خاطئة من إدارة نادي الهلال، وأفتكر بإنه يعني أولتراس الهلال يعني صراحة يعني قدموا نماذج جيدة جدا في مباريات الفريق سواء في الدوري الممتاز أو في البطولة الأفريقية، ظلوا يساندوا الفريق بقوة جدا يعني. أكثر يعني صراحة أكثر شريحة بتقوم بالتشجيع طوال المباريات،
طوال زمن المباراة في المباريات الماضية. فأعتبر بأنه القرار خاطئ جدا. لو جينا للمحور الثاني اللاعب ده، يعني في ناس بيقولوا محمد الرشيد، مع أنه محمد الرشيد يعني لسه يعني ما عقده مع المريخ ما انتهى. في ناس برضو بترجح بأنه رمضان عجب برضو عقده مع المريخ، العقد مع المريخ منتهي. أمير كمال ربما يعني كان بنسبة 80% لأنه عقده منتهي وبيلعب في المنتخب حاليا. داجا إبراهيم ما بيلعب في المنتخب. محمد هاشم التيكت الآن عريس ومهني يعني بزواج المجنون. محمد عبد الرحمن غربال منتهي لكن في غطر. يعني لا أنت قلت لاعب في المنتخب، يعني لاعب في المنتخب إلا أمير كمال. ما قال حسام رشحت الأخبار. رشحت الأخبار يعني لاعب في المنتخب. لكن كويس يعني ست التلميحات دي بتدي الناس برضو فكرة. نعم. كده عن الموضوع. بشكل كبير. محمد عوض كتر خير. ما التلميحات دي ما بتفوت من أمير كمال والغربال. واحد من الاثنين. نعم لأنه إدارة الهلال في الفترة الماضية كان اتصالاته مكثف مع هذا اللاعب. بعدك بالحصر والإضافة للخبر بنقدر نعرف. مع الغربال. وأمير كمال طيب. أمير كمال الهلال بيحتاج لمدافع، لكن في أمير كمال في البطولة الأفريقية ما حيشارك. نعم. معنا الغربال؟ نعم. الغربال برضه لاعب في البطولة الأفريقية ما طيب دي مشكلة. لكن ربما يعني للبطولة الأفريقية القادمة. شوف غايته خبر الليلة ما معروف بكرة يتعرف. نعم. ده مسألة السيد طلع كده. نعم. شكرا يا محمد، ربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا. كتر خيرك.